توكلنا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاجة شمسة أحمد شحادة. أحمد شحادة أبو ريا أم كامل. أم كامل. وهذا الجزء هو الجزء الثامن من هذه المقابلة. حجة أين طلعتوا من مخيم خان الشيح وشو السبب؟ والله يا أمي أنا طلعت من خان الشيح جقر بناس ما عجبني وضعهم. قلت له لا أبو الكامل ما بدي أظل هنا. قال لي وأنا معك أبو كامل. وين رحتوا يا حجة؟ جينا لهون على المكان هذا. المكان هذا مطرح المغفر هذا. نعم. كان كل الشوادر من الكنيسة للبنيات هاي كل دير بشيفة. شوادر شو لمين؟ للفلسطينيين. كان حتى بعد أربع سنين كلها كانت للفلسطينية المؤسسة هي شريدة. مؤسسة مين يا حجة؟ مؤسسة وكالة الغوث. وكالة الغوث. عم حطت لي شوادر. هذا كان دك تقول الشارع العام الباب تومة لجاي باب. نعم. شرعي. هاي كلها كانت مزروعة قنب لما جت الفلسطينيين كانت كلها قنب. صار يحصد هالقنب ويعمر الشوادر يحط الشوادر. يلا يلا يلا. القنب قصدك كان قصيب يا حاج؟ لا قنب قنب مو قصيب. قصيب غير والقنب لحاجة. القنب شو هو؟ لا بعرف شو بطلعوا منه هذا القنب. بعرف شو بيسوا فيه قماش يمكن ما بعرف شو. نعم. خصوصي. ايه ما عاد المحل الفلسطيني هون. جيت انا مطرح المخفر كنت حبلة بمحمود اللي بليبيا. عمرت غرفة منافعة من تراب. قاموا يجوا اشتروا باليرموك. ما حد وصل في المناطق. اشتروا باليرموك. صاروا كل واحد ينطوه عهوة عيلته نمرة نمرتين مشان عمره. نعم. شلون؟ جيت انا طلعت لي نمرة. في المخيم. في المخيم الله يسامح اخوي. نعم يا حاج. حملت حالي لنأخذ النمرة عم راح اخوي بدل الناس. طيب خلينا نتجاوز هذا المسألة. رحنا ضل اجينا هون ضلينا لما راح المخيم انطوني غرفة بالجنين بالاشني. يعني شلون التخت هذا التخت بس طويل طول. صار عندي كامل عندي محمود عندي محمد وعندي كاملة وحامل بأحمد ما عاد يسعنا. قام اجى الله يرحمه رحمة الله عليه نمرة بن عاج وابنه الصبحي. قال له روح لحسين محمود خليه يجي ياخذ هاي الغرفة يسكن الغرفة اللي هي صحية. جينا لهم نظفناها وهندزناها وحطنا غرفة واحدة بس. محل هذه الغرفة حقا؟ الغرفة هاي كانت تراب ولا كانت مبنية زي؟ لا مبنية كانت مبنية لنمرة بن عاج. هاي الغرفة؟ كان هاي مكتب مدير المخيم يعني؟ ايه قبل ما يقع على المخيم كانت. نعم. هاي يحطوا فيها الشوادر وتاد وشمينت وما بعرف شو. وغرفة برا مطرحة هاي مكتب لإله بن عاج نمرة بن عاج كان مسؤول. نعم. إيه. لما راح على المخيم هبط الغرفة اللي برا قال له نادر أبو الكامل خليه يقعد هون. إجا جينا لهم. هاي قصر كانت زمان. قصر قصر. ما كانش في حدا أنا ساكن هنا. ما عدا. حلو. بعدين عمرنا هاي الغرفة اللي شفتها والغرفة مقبرة ومتقبل المطبخ ومنافع. لنا. طب حجة ضليتكم تستفيد استفدتوا من خدمات وكالة الغوث لهذا اليوم؟ كانت أبو الكامل آذن. آذن مدرسة. طيب انقطع المؤن عنكم لما صار هو آذن؟ لا لا لأنه موظفين الوكالة صار موظف وكالة يقطع عنه المؤن. لا حاجة. قبل ما كان بس بجدي صار يقطع المتوظف لكن قبل كان السكر رز الطين من جميع ما يقطع عن الزيت كله صابون. طيب أولادك درسوا في مدارس وكالة الغوث؟ بلى. كنت تستفيدي من الطبابة والصحة في وكالة الغوث حجة؟ بلى. طيب كان يوزعوا عليكم بوكاج ملابس؟ بلى كل شيء. طيب حجة الأطفال للنساء للذكورة كان يوزعوا. حسب معلوماتك مخيم اليرموك كان فيه برضو حمامات فيه مي فيه؟ أنا أول ما سنة كل ده بس عمر صار حمامات وصار لأن هن اللي عمر الوكالة انطتني الأرض
وانطتنا سعادة بالبلوك والحديد، كان كل شيء رخيص، البلوك كانت بقرش ونص. ايه عمر. طيب يا حجة، الآن وكالة الغوث بتعتقدي انهم تراجعوا في خدماتهم للاجئين ولا ما ابدا؟ بلا، تراجعوا. تراجعوا؟ لا تراجعوا بشي كثير. هلا بنطوا العاش لمين؟ نعم، للعاجز، للأرملة. انت بتاخذي عاش يا حجة؟ انا بأخذ الأرملة. وين دي جدي؟ بيعطوك يا عاش المهم؟ ايه بنطوني كل ثلاثة اشهر، بنطوني كليان رز وكليان سكر. بكفوك يا حجة ولا؟ لا بكفوني. الله يرحمه أبو الكامل اشتغل في الوكالة وتوفى بكير، أو عمره صغير يعني كان. أنت شو اشتغلتي بعد ما توفى أبو كامل؟ محله، حطوني الوكالة محلين. وأمتى تقاعدتي من الوكالة يا حاجة؟ رحت 86. كان عمرك يعني 60 صار لما انت طلعتي؟ ايه شيء هيك. بس لا، وقعت أنا من الطابق الثاني لتحت، شايل الصوبة بالشتاء وقعت، صار معي تزلق بالفقرات. أم إجا واحد مات ولا عاش، الله ربه وبنته وابنه سوري اسمه عدنان إدلبي، قال أنت ما عاد تصلحي للعمل. قالت له المديرة سورية تركية أصلا. قالت له لا بصلح له، ليش؟ قبل ما كان يصلح له هلا بس مقعد بما كانكم. بس أنا راحت علي الحق علي، لو أني مثلا أخذت أجازة ما طلعت إلا بطلعت اللي بخمسين ستين ألف بدون راتب. ما أخذت التعويض يا حجة؟ بلا، خط 73. وين كنت تشتغلي يا حجة؟ مدرسة لالي نصاري هون يعني؟ ايه. بأي سنة حجة طلعتي منها؟ ست توفى المرحوم سنة 74، دخلت أنا سنة 86 طلعت. طلع لي 375 ألف. الحمد لله حج. اشتريت أرض 5 قصبات، عمرت للولاد كل واحد طابع 4 غرف وما نفعل. الله يقويك يا حج. قلت له الله معكم انتو، دبروا حالكم، روح الله معكم، الله يهنيهم. طيب يا حج بدي أسألك، زرت الطابغة بعد النكبة؟ يا حصرت علي، منين زرتها؟ ما زرتيها؟ في حدا زارها يا حجة؟ ما حدا زار شيء غير اللي كانوا يروحوا على فلسطين، لأن كانت ناس تروح على فلسطين من هون. طيب مين زارها يا حجة؟ بدك تعرف حدا؟ في واحد اسمه أبكرم سخنيني، وأخوه أحمد أبكرم سخنيني، والله صلي على روح النبي، وكان بيت دين دوابني بس والله ما اسمي ما بعرفه. كانوا يروحوا مثل تقول استطلاع، استطلاع ياخذوا مصاري من هون، ذهب من سوريا يفوتوا على اسرائيل يجيبوا معلومات ما معلومات. بعدين قعدوا سنتين 3 سنين 4 سنين، بعد 4 سنين. طب هم شافوا الطابغة حجة؟ لا لا، راحوا على الطابغة وقالوا لنا، قالوا لنا السقي بمطرح السقي كبير وكبير والله. هذا أبو كرم مرته ببيت طبرية من الطيري. نعم. قالوا روحوا شوفوا السقي كله مزروع موز من أبو نقطة. يا ويلكم من الله كيف طلعتوا من هذيك المناطق. طب لما كان يحثك حجة وكنت تسمعي، شو كان شعورك وانت تسمعها؟ شعور ابكي، هذا بس ما بشوف ساعات دمعتي نزلت نبكي. بلدنا جنت الفردوس احنا. طيب يا حجة، في الاهل الطابغة هون في الشام كلهم اجوا على الشام، ما راحوا على لا على لبنان ولا على الاردن؟ لا، ربعي كل اجت يعني في غير بلاد راحت على لبنان وراحت على الأردن. أنا بسأل عن الطابغة يا حجة. لا الطابغة ما حدا راح، كلها بالشام. كلها بالشام؟ كلها بالشام. طيب في لأهل الطابغة هون جمعية أو ديوان أو رابطة؟ ما في شيء. ما في. حضرتك الآن حجة مسجلة في سجلات وكالة الغوث ومعك بطاقة مؤن؟ لك إياها؟ لا. شم لك إياها؟ بدنا إياك تحافظي عليها بس. والله محافظة يا ابني. طيب. الله أعلم. الحمد لله يا حاج. الحمد لله. طيب يا حجة بدي أسألك، صدر عن الأمم المتحدة، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة،
قرار بشهر 12 عام 1948، هذا القرار رقم 194. القرار أقر بحقك بالعودة إلى الطابغة يا حجة، وتعويضك عن معاناتك واسترداد ممتلكاتك. إذا توفرت لك فرصة العودة إلى الطابغة ترجع يا حجة؟ ببوس إيدين ونادر النذر، إذا برجع على فلسطين بدي ألبس ملاية غطي وشي وأبوس الأرض. الله يحييك يا حجة، تحيي نباك حجة. بترجعي حتى في ظل الاحتلال؟ ممكن ترجعي حتى في ظل وجود اليهود؟ باي ساعة هلا قولوا لي بي ترجع وإسرائيل هناك، أنا مستعدة بس أصل للوطن لبلدي وأقعد فيها. الله يبارك فيك. وأسبح بالبحر، سبيحة بالبحر أنا على فكرة. بارك الله فيك يا حجة. بروح على اللاذقية بتعجبوا فيني بسني وبالسباحة، واحد بصلوش يروح على بلاده اللي هو خلق فيها. تحسن باستحكام، باستحكام الإسلام، استحكامات كله استحكام، يا محلى استحكام إسرائيل. خليني بدي أخبص آخر شيء بسيطة يا حاج. طيب يا حاجة بدي أسألك سؤال. تفضل. بعد 60 عام أو 61 عام من التشرد واللجوء، بتعتقدي أنه المجتمع الغربي يعني كان أو شعر بمسؤولياته تجاه الفلسطينيين، تجاهك، تجاه النكبة، ولا كانوا يعني عكس ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم كانوا متأثرين ولا مين متأثرين. أنت شو شعورك؟ أنا كنت متأثر. أنا بحكي عن المجتمع الغربي. إيه؟ عن أوروبا، عن أوروبا وأمريكا. إيه؟ شعوب أوروبا وأمريكا، بتعتقدي حاجة أنهم كانوا يعني منصفين للشعب الفلسطيني ولا كانوا؟ لما كنا يعني هيك، لما طلعتوا نتيجة لما طلعنا. نعم الله أعلم. أنت ما بتعرفي يا حاجة؟ لا ما بعرف. لا أقول لك أني والله كنت عارف، الله أعلم كيف طلعونا. أنا بحكي عن الأوروبيين يا حاجة. إيه إيه. المجتمع الغربي. إيه. هل هو معاكي ولا مع اليهود أكثر؟ هيك قصدي أنا يعني. مين نسوان يهود وهن يهود. طيب يا حاجة بدي أسأل، الإعلام العربي، الإذاعات والمحطات والتلفزيونات، استطاعوا أنهم يبرزوا القضية الفلسطينية كما يجب ولا كانوا دون المستوى المطلوب؟ الإعلام. الله أعلم. أنت الله أعلم وإحنا بنعلم برضه. أيوة أنت بتعلم لكن أنا والله ما بعلم. آه. أنت الزلمة ماشي بالقضيات وماشي بالسياسة وماشي هسه، بس أنا اللي قاعدة شايفني؟ نعم. بنتي هي وين جارتي شايفها؟ نعم. يمكن خف الله بالجمعة بطل مرة ما بطل هذا. الله يقويك. ليل نهار قاعدة هنا. بطلع ابيح الحمصات اللي الله برزقني منن، برجع لهون بصلي بحط راسي بالصفة. يا ايام بروح اخواتي، ايام حتى اولادي قليل بروح لعندن. شو بدي اعرفني انه فيها؟ بسيطة يا حاجة، بسيطة. حاجة بتقبلي بالتعويض ولا ترفض التعويض؟ لا برفضه ابدا. حتى من الشهر، مو هذا الشهر، الشهر اللي فات اللي قبله. نعم. اجت واحدة أجنبية، اثنين أجانب، واحد معاه مترجم. نعم. جمع اللي عم باخذوا العاشة، قال بدنا نعطوكم مصاري عوض عن التموين. نادوا لي يوم كامل، حملت حالي معك جملة يعني اللي بوزع العاشة، قال لي كامل روح شوف هذيك. رحنا، عم سألني سؤال المترجم، قال لي بتحبي تاخذي تعويض مصاري ولا شهرية مصاري ولا تأمين؟ قلت له لا أنا بفضل تأمين. بدنا سكر، بدنا رز، بدنا مية بندورة، بدنا شعرية، بدنا بدنا بدنا، ما بدنا مصاري. نعم. إيه كله يعني أكثر كله كانت بدنا تأمين، ما بدنا مصاري. يا الرجعة، رجعونا وخلينا ناكل ورا السجر. بي بلوط في حاجات بناكل. طيب يا حاجة بدي أسألك، شو بتوصي أحفادك وأبنائك؟ نعم. أبنائك وأحفادك بما يخص فلسطين. إيه. شو بتوصيهم؟ أوصيهم. شو وصيتك كلهم؟ وصيت الله يرضى علينا حنن علي وربي سبحانه يكتب لنا الرجعة، إذا ما رجعت أنا أخذ ربنا
يرجعوا على بلادهم ويعيشوا بلا أمان. طب بتوصيهم انهم يتمسكوا بحق العودة وبالعودة لفلسطين؟ لا كان يتمسكوا بحق العودة، ما يفرطوا بالبلاد مهما كان. إذا كان واحد من أولادك أو أحفادك يرغب في القتال يا حجة، بتشجعيه ولا؟ شجعه الله معه، ليش ما بشجعه؟ ودي عم بحارب مشان الوطن، بحارب مشان غيره. عظيم يا حجة. طيب حجة، أيضا شو رسالتك لأبناء الشعب الفلسطيني في الشتات؟ شو بتقولي لهم، شو تحكي لهم؟ بحكي الله يعينهم ويقويهم على إسرائيل وعلى أمريكا إن شاء الله. ربي سبحانه وتعالى بجانا هذا الخميس النبي الأنيس يقويهم وينصرون على مين عاديين من الكفار، ويحبب الإسلام ببعض البعض، ويكون يتكاتفوا يد واحدة بإذن واحد أحد. هذه بطلع. طيب يا حجة، احنا في نهاية هذا اللقاء أنا وزملائي في فلسطين في الذاكرة بنتمنى لك الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. وأنت الله يحميك. وشكرا جزيلا على يعني هذا الاستقبال، وشكرا برضو على المعلومات اللي زودتينا فيها. بارك الله فيك. وإن شاء الله هذه الدمعة يكون لها ثمن غالي. إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا يعني يكرمك بالعودة إن شاء الله. إحنا وأنت جميل. شكرا لك يا حجة. وإن شاء الله كمان هذا اللقاء يكون في ميزان حسناتك عند رب العالمين يا حجة. إن شاء الله. احنا وانت وجميع ان شاء الله محمد. شكرا لك يا حبيبي، يصلحنا يهدينا ويحببنا ببعضنا البعض بس ان شاء الله. ان شاء الله.